أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة المخصصة لمتابعة فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. انطلقت فعالية تدريب متطوعي حياة كريمة في القطاع الطبي بالأكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق الطبي الكامل مع شركة فايزر للأدوية وفقا لبروتوكول تعاون طبي ممتد، ويحاضر في هذا التدريب 5 أطباء استشاريين في عدد من التخصصات الطبية، ويتلقى حوالي 40 طبيبا وطبيبة من المتطوعين في القطاع الطبي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة التدريب على مدار اليومين، حيث سيتم تأهيلهم للتعامل الطبي اللازم في جميع قرى حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجا في مصر. تواصل مؤسسة حياة كريمة تقديم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بمشاركة الآلاف من الطلاب على مستوى مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، بهدف رفع مستوى الأداء التعليمي للطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور. المزيد في التقرير التالي. عملنا مراجعات نهائية للطلبة والطالبات بمبادرة اسمها تقدر في 10 أيام، بيتم فيها مراجعة كل المواد الخاصة بالثانوية العامة بمراجعات نظام أسئلة وأجوبة، بيتم عمل المراجعات دي من خلال مستشارين المواد والمعتمدين من الوزارة. متواجدين في فعالية أنت تقدر خلال 10 أيام، الفعالية دي بتسهل على الطلبة الثانوية العامة مراجعة ما قبل الامتحان، قدرنا إن احنا نستعين بكبار وأخصائيين مجال في بعض المواد، قدرنا إن احنا نغطي عدد كبير جدا من المراكز والطلبة إن هم يحضروا ويستعينوا بالمبادرة خلال تقدر خلال 10 أيام، وقدرنا إن احنا برضو نوفر كافة المراجعات اللي تقدر تسهل للطلبة إن هم يجتازوا الامتحان إن شاء الله. المراجعات اللي عاملينها مؤسسة حياة كريمة مراجعات متميزة جدا، وأنا حضرت معاهم مراجعة إنجليزي وحضرت فرنساوي وديني وحضرت فلسفة ومنطق، إنها مراجعات متميزة جدا للامتحانات، يعني حدا حلوة خالص للطالب وتقدر تفهمه وإزاي يتعامل مع ورقة الامتحان ويخش هو مطمن في الامتحان يعني. بصراحة استفدت كتير رغم إن كنت المادة مش مراجعاها كويس في الأول، لما حضرت المراجعات دي استفدت كويس جدا. بحضر في الحصص على طول كل يوم، فالحصص طبعا بتقدم لنا حاجات كتير حلوة ومفيدة، زي مثلا إن في أسئلة أول مرة نشوفها وفي أسئلة يعني أول مرة تخطر علينا فنستفيد منها ومن حلها. كما تواصل مؤسسة حياة كريمة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر تحت شعار تقدر في 10 أيام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. المزيد في التقرير التالي. موجود
موجودين النهاردة في أحد المدارس، مدرسة الإمام علي الثانوية المشتركة في قرية الشغب، هي أحد قرى مركز ومدينة إسنا. يعني بنشتغل النهاردة بنقدم أحد أو بننفذ مبادرة تقدر في 10 أيام من خلال اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. المبادرة بتستهدف طلبة الثانوية العامة من خلال تقديم مراجعات في كافة المواد الدراسية والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة. بالفعل احنا يعني اشتغلنا على مدار الاسبوع الماضي وحاليا بنستكمل خلال هذا الاسبوع. يعني بالفعل قدمنا للطلبة مراجعات على ايدي يعني متخصصين وكفاءات كبيرة في المواد التعليمية، بيقوموا بتقديم كافة المراجعات للمواد الدراسية للطلبة بالتعاون كمان مع يعني مديريات التربية والتعليم. حياة كريمة لها بصمة قوية جدا داخل المدرسة من خلال المراجعات اللي هي بتتم داخل المدرسة، فأبنائنا الطلبة والطالبات من خلال المراجعات اللي بتتم داخل المدرسة عن طريق مبادرة كريمة استفادوا استفادة كاملة من هذه المبادرة. فنتمنى للمبادرة مبادرة حياة كريمة أن تستمر بهذا النظام الذي تسير عليه. استفدت منها كثير من مبادرة حياة كريمة، وفرت علي مصاريف الدروس ومراجعات كويسة جميلة جدا، وبالذات ان هي اصلا من مدرسين متخصصين فكانوا بيركزوا على نقط معينة، وكان فيها استفادات كتير يعني من المراجعات اللي فاتت. مشاهدينا الكرام، تنتهي هذه الفقرة مع حياة كريمة وفعالياتها، والان عودة مع الزميلين ياسر عبد الستار وحبيب عمر لاستكمال باقي ملفات النشرة. إليكما.